من ناحيه معظم المبادره التي انا رايتها به هي كانت مبادره يعني مجانيه في الزمن الصعب كان في دوله السودان، ودي كانت حاجه يعني ملموسه من الدكتور احمد عطيه الدهشان الذي تعرفه مدينه الشقيله اكملها بانه صاحب انسانيه وصاحب مبادره جميله، مبادره التغذيه العلاجيه. الدكتور احمد عطيه الدهشان بالاسماك الاف الضحايا وله طويل، اتمنى انك تعطينا دائما السودان وتشرف حبابك حبابك حبابك. صراحة بالفعل قناة الدكتور أحمد عطية الدهشان من أروع القنوات اللي بتقدم نصايح حلوة عن المعلومات الصحية اللي بتخصنا، اللي كل يوم بنحب نتابعها ونشوف أول بأول ما بينزل معلومات، المعلومات اللي بتهمنا كحياتنا اليومية. أنا بشكر الدكتور أحمد عطية الدهشان على المعلومات اللي بيقدمها الصراحة، وألف تحية وألف شكر لك دكتور، والله يعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة أنا أتابع قناة الدكتور أحمد عطية، ففيها كثير من المعلومات المفيدة الرائعة التي يعني يمكننا أن نستفيد منها. حقيقة أنا من أشد المعجبين بقناة الدكتور أحمد عطية، ففيها الكثير من المعلومات التي يمكننا أن نستفيد منها كمجال الطب والأغذية وما إلى غير ذلك، وأنصحكم بمشاهدتها، وأتمنى للدكتور المزيد من التقدم والنجاح، والسلام عليكم. Thank you.